برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، يشارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع الدوري 12 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة، والمقرر انعقاده الخميس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي سياق متصل، يشارك اليوم وفد الشعبة البرلمانية في مملكة البحرين في الاجتماع 11 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، والذي يأتي تمهيدا لانعقاد الاجتماع الدوري لرؤساء البرلمانات الخليجية.